السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم هذا الفيديو بصراحة رح أحكي أنا عن موضوع في أحد المشتركات عندي بالقناة طلبته وقالت إنه حابة تعرف كيف بدها تعمل هذا الشيء اللي بدي أحكي لكم إياه هلأ. هلأ شو اللي صار؟ اللي صار إنه سألتني إنه أنا ربطت قناتي تبع اليوتيوب على الفيسبوك، تمام؟ بس الناس كيف بدهم يعرفوا انه انا صار عندي صفحة على الفيسبوك ورابطها باليوتيوب؟ فانا شو رح اقترح عليها وشو اقترحت عليها ورح اقترح عليكم انتو كمان كلياتكم يلي رابطين قنواتكم اليوتيوب على الفيسبوك. الاقتراح هو كالآتي، انه بتعملوا فيديو، كل مين مثلا عنده قناة بيعمل فيديو، ان كان هو بيصور حاله، ان كان بيحكي بس صوت ما بيطلع مثلا شكله، ان كان بيكتب بس كتابة، شو الطريقة اللي انتو بتشرحوا فيها قناتكم؟ بتعملوا فيديو انه مثلا هلا انا مثلا عندي القناه، اذا انا بدي اعمل اعلان عنها على الفيسبوك مشان العالم تعرفها شو بساوي؟ بقول مثلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه دائما وابدا. بتعرفوا المقدمه بقول لكم اياها على طول انا، تمام؟ بعدين بامكاني شو اقول لكم؟ انه انا يا جماعه عملت قناه على اليوتيوب، وبالاضافه صار عندي صفحه على الفيسبوك مربوطه بقناتي على اليوتيوب. من فضلكم فوتوا على ايقونه الصفحات، فوتوا على الصفحة الجديدة اللي أنا عملتها، الصفحة اسمها كذا وكذا وكذا. فأنتوا عم ترجدوا الناس أن يفوتوا على صفحتكم الفيسبوك يلي ربطوها مع اليوتيوب، تمام؟ فأنتوا بهي الحالة بتكونوا عم تقولوا للناس أنه إحنا ربطنا قناتنا مع الفيسبوك، من فضلكم فوتوا وتفرجوا على الصفحة يلي موجودة عندي على الفيسبوك، تمام؟ هلا الناس هتقلي أنه طب وين يعني الصفحة الموجودة على الفيسبوك؟ هلا أنا رح أشرح لكم وورجيكم بالصور كيف يعني بتقولوا للناس انه يفوتوا على الصفحات تبعكم مشان يعرفوا وين قناتكم، تمام؟ فهي الفكرة انه هيك. اختي الكريمة يلي طلبتي من الفيديو، انا رح اشرح لك هلأ كيف انه تعملي فيديو. رح اعطيكي مقتطفات عن الموضوع هلأ وقل لك كيف تعملي فيديو، تمام؟ فهلأ رح اشرح بالفيديو ان شاء الله شو الطريقة اللي لازم تعملي فيها الفيديو، وكيف لازم تنشريه عندك على الفيسبوك مثل ما انا قلت لك تنشريه عندك على الفيسبوك، تمام؟ لانه حضرتك قلتي لي انه طب وين وكيف بدي انشره على الفيسبوك، انا راح اقول لك هلا واشرح لك كيف بدك تنشريه على الفيسبوك، تمام؟ من فضلكم عم تشوفوا فيديو جديد، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. بالاضافه فوتوا لعندي على القناه وشوفوا في عندي كتير فيديوهات ممكن تستفادوا منها ان شاء الله. ما راح اطول عليكم، يلا خلينا نبلش بالفيديو. تمام، هلا اول شغله بالنسبه لموضوع انه شو المقصود، سالتني الاخت انه شو المقصود انه اعمل فيديو واشرح للناس عن الصفحات عندي. هلا الفيديو اللي بدك تعمليه مثل ما حكينا التحيه، وبتقولي انت اللي بدك اياه انه انا عملت قناه جديده وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بعدين بتقولي للناس، تشرحي للناس عن هي مثلا هي صفحتي انا على الفيسبوك، تمام؟ فبس افتح على الصفحه تبع الفيسبوك بتشرحي للناس، بتقولي له للناس انه فوتوا على هدول الثلاث خطوط، تمام؟ يفوتوا على الثلاث خطوط وبتقلي لهم يفوتوا على الصفحات، شايفين هاي كلمة الصفحات؟ بتقلي لهم يفوتوا على كلمة الصفحات. بس يفوتوا على الصفحات، هاي الكلمة تبع الصفحات، بيقوموا شو بيلاقوا؟ بيلاقوا الصفحة يلي حضرتك ربطيها مع اليوتيوب، تمام؟ وبيلاقوا هاي الصفحة اللي انت ربطيها مع اليوتيوب، تمام؟ بيعملوا دخول عليها، بيفوتوا على الصفحة بيشوفوا بقى كل شيء فيديوهات موجودة عندك منزلتيها حضرتك على اليوتيوب او منزلتيها عندك على صفحتك على الفيسبوك، تمام؟ هي الفكره اللي كنت انا عم اقول لك اياها واشرح لك اياها، انه تفوتي على الفيسبوك وتقولي للناس يفوتوا على زر الصفحات، بعد ما يفوتوا على زر الصفحات يفوتوا على صفحتك اللي انت بتكوني عاملتيها، شو ما كان اسمها هي الصفحه بتلاقي بيلاقوها موجوده هون، تمام؟ بس يفوتوا على الصفحه تبعك بيطلع لهم بقى كل شيء فيديوهات موجوده عند حضرتك على اليوتيوب، تمام؟ هاي نقطة. النقطة الثانية نرجع على هاي صفحتنا الرئيسية، تمام؟ حضرتك قلتي لي انه انا وين بدي انزل الفيديو؟ يعني انا كيف بدي انزل الفيديو عندي؟ الفيديو بتنزليه هاي صفحتك الرئيسية، هاي الصفحة الرئيسية تبعك، انا ما عم بحكي انه
صفحتك اللي عملتيها ربطتيها مع اليوتيوب، لا، عم بحكي على صفحتك الرئيسية اللي عندك عليها الأصدقاء كلياتهم، تمام؟ بس بدك تنزل الفيديو بتحطيه هون مثل ما قلت لك على هي بما تفكر، هون شو بدك تحط المنشور، تمام؟ بنكبس له عليها هون على عم يقلنا انه حطوا شو المنشور اللي بدكم تحطوه، تمام؟ شو بدكم تحطوا؟ مثلا بتكتبي هون لنفترض انا عم بعطيكم افتراض، تمام؟ انه مرحبا اخواتي واخواني، انا عملت قناة جديدة واسمها قناة منوعات تعليمية، تمام؟ طبعا انا عم بكتب هون انه اسم قناتي، بس انا بعطيكم مثال انه مرحبا اخواتي اخواني، انا عملت قناة جديدة واسمها قناة منوعات تعليمية، تمام؟ بعد ما انا بكتب انه تفضلوا فوتوا مثلا على صفحتي الجديدة على الفيسبوك تمام وشاهدوا محتوى قناتي وبتمنى انكم تشتركوا فيها، تمام؟ من هالحكي ما رح طول عليكم انا، من هالحكي يعني انه بتكتبوا انتوا اللي بدكم تكتبوه هون، تمام؟ هلا بعدين شو بيقول، شو بيقول هون؟ عم يقول انه هون شو بدكم تضيفوا، صوره ولا فيديو ولا شو بدكم تضيفوا؟ مثلا انا بدي انزل فيديو، تمام؟ فانا بدي انزل فيديو، شو بكبس؟ بكبس على هي اشاره الزائد اللي هو بدي انه بيضيف انا فيديو، تمام؟ هون عم يقول انه بدكم تصوروا فيديو هلا مباشر ولا بدكم تنزلوا من الملفات؟ لا، انا بقول له من الملفات، بقوم يفتح لي على قائمة الملفات اللي موجودة انا عندي هون اللي فيها الفيديوهات، تمام؟ بختار الفيديو اللي بدي اياه، مثلا لنفترض مثلا رح اختار هذا الفيديو، تمام؟ اخترت هذا الفيديو، بعد ما اختار هذا الفيديو وعلى 24 بكون كتبت انا العبارة اللي بدي اياها، تمام؟ بعدين برجع هون بكتب له على النشر، ليك هي الزرقة، بعمل له النشر، تمام؟ انا رح اعمل له هالنشر، تمام؟ هاي نشر، بوريكم شو الفكرة يعني. حسنا، شوفوا هلا بعد ما عملت له نشر، تفرجوا كيف طلع عندي الفيديو هون، شايفين؟ اي نزل عندي انا بصفحة الفيسبوك العادية، تمام اختي؟ بتمنى ان شاء الله اكون عم بشرح بطريقة نستوعبيها يعني، تمام؟ فانا نزل عندي هون الفيديو عادي. هلا الناس شو بتطلع هون؟ مثلا كل شيء اصدقاء عندك او حدا مثلا فايد من اصدقائك او كذا بيطلع هون مرحبا اخواتي اخواني، انا عملت قناة جديدة واسمها قناة منوعات تعليمية، تفضلوا فوتوا على صفحتي على الفيسبوك، تمام؟ وانت بتكوني بالفيديو شارحة وقايلة انه الصفحة تبعك وين بيفوتوا عليها مثل ما حكينا، تمام؟ مثلا بيفوتوا الناس بيطلعوا هيك، هاي الفيديو انا نزلته، شايفين؟ انعرض الفيديو، الناس تطلع بعدين هون، والله هذا صاحبنا مثلا عامل فيديو، عامل قناة جديدة، يلا خلينا نفوت نتفرج عليها. بفوت على القناة، تمام؟ بعد ما يفوت على القناة بيطلع على القناة بيشترك عندكم بالقناة، تمام؟ بالإضافة بالفيديو اللي انتم بتساووا، شو بتقولوا بالفيديو كمان؟ بتقولوا من فضلكم شاركوا الفيديو لأصدقائكم مثلا، من فضلكم شاركوا الفيديو خلي الناس تشوفه. كلمة بقى عنكم أصدقاء، إذا كان كفو معكم، تمام؟ إذا كان كفو وحابب إنه يدعمكم عن جد، تمام؟ بيشارك الفيديو عند أصدقائه، أصدقائه بيفوتوا بيطلعوا على الفيديو، بيفوتوا كمان بيردوا بيطلعوا على الفيديو، بيشوفوا الفيديو بيعجبهم الفيديو، بيردوا بيرجعوا بيشاركوا عند الأصدقاء التانيين، هيك لحتى تستمر القصة، تمام؟ هي الفكرة يلي أنا حكيتها، إن شاء الله تكونوا يعني تمام الموضوع إنه وين نحن لازم ننشر الفيديوهات، تمام؟ هي خلصنا من النقطة التانية. النقطة الثالثة أختي الكريمة، قلتي لي إنه أنا كيف بدي أعمل فيديو؟ أنا رح أقول لك كيف بدك تعمل فيديو. هلا نطلع لبرا، في أنا برنامج شرحت عنه
اسمه فلو. ليكو هذا برنامج اسمه فلو، انا عامل فيديو عندي بالقناة وشارح فيه كيف انه الواحد بيحسن يعمل فيديو ويعمل له مونتاج ويساوي ويزبطه كيف ما بده. تمام، انا رح اعطيكي لمحة صغيرة عنه هلا مشان تشوفيه، بالاضافة رح احط الرابط عندي بالقناة. تمام، بالوصف عفوا، نحط الرابط عندي بالوصف، بامكانك تفوتي على الرابط وتشوفي كيف الطريقة اللي بيعمل واحد فيها مونتاج للفيديو. تمام، هاي برنامج فلو انا حكيت عنه. هلا الناس هتقلي انه كتير عم تحكي عنه البرنامج، شو اصدق انت عم تعمله دعاية؟ لا والله لا بعرفه ولا بعرفوني يا جماعة، بس انا عم بحكي عن برنامج اني بحبه انا. تمام، هلا مشان تحملي الفيديو من عندك من الاستديو بتكبسي هون على اشارة الزائد هاي، كل شيء فيديوهات موجودة عندك هون مثلا او صور او شيء حاب تضيفيه مثلا بيطلع عندك هون. انا نفترض مثلا بدي هذا الفيديو، راح اكبس عليه وبعمل له هون على هاي اشارة انه بدي يحمل. هون عم يقول لي انه شو بدك تختار الفيديو، لليوتيوب للانستغرام لشو بدك تختاره، حط الصيغة اللي بدك اياها. نحن بدنا اياه لليوتيوب، نقول اليوتيوب هون بنقول له تمام. هلا هون فتح لي، شايفين فتح لي هاد مثلا شعار، انا عامل شعار جديد عن الفيسبوك وكذا، فهون انا فتح لي فيديو مثلا، نفترض هذا الفيديو تبعكم هون فتح. بس تفتحي الفيديو عندك هون على هذا البرنامج. تمام، هلا بقى ما رح احسن اكمل، لازم تفوتي على الفيديو اللي عامل فيه انا شرح كيف الواحد بيحسن يعمل مونتاج ويساوي فيديو ويزبطه. فوتي على الرابط اللي حاطط لك اياه هلا بالوصف. تمام، او كل مين حابب يعرف كمان ما عنده فكره عن الموضوع كمان فوتوا على الرابط اللي موجود عندنا بالوصف وشوفوا الفيديو شو بيحكي وشو بيشرح. تمام، هي الفكره ان شاء الله يلي بدي احكيها عن هذا الموضوع. بس تعملي هاي الخطوة إن شاء الله أختي، وتكوني رابطة القناة تبعك اليوتيوب بالفيسبوك، بعدين تعمل ما قلت لك، تنزلي على المنشورات العادية عندك وتحكي بالفيديو إنه يا جماعة فوتوا على الصفحات، هاي الصفحة تبعي موجودة هون، يفوتوا على الصفحات. إن شاء الله نتمنى من رب العالمين إنه تختلف معك الأمور وتزبط الأمور إن شاء الله بإذن الله. تمام، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله أكون فدتكم بالموضوع، وبتشكركم لحسن المتابعة، فوتوا تابعوني بالقناة واشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديوهات اللي عندي لحتى توصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.